أيها الآباء انتبهوا من سبع خصال، لو طبقتوها سيكرهكم الأبناء. البخل، انتبه من البخل، ولا تكن إنسانا معطاء للآخرين بخيلا على أهل بيتك. الجفوة وعدم الحب وعدم الود والرحمة. القسوة، الضرب، الأذية الجسدية، هذه تكره الابن بأبيه. إيذاء الأم، لا تفكر أنك ممكن تحل محل الأم، الأم لها مقام خاص عند الأبناء، فلا تؤذيها وتضربها خاصة أو تؤذيها بألفاظك وأذيتك. أيضا انحراف الأب، بعض الآباء ابنه يفتخر فيه، وبعض الآباء ابنه يحاول ألا يذكر اسمه أصلا عند الناس. المقارنة بين الأبناء، شوف أخوك فلان، أخوك فلان قال كذا، وقد يكون يكذب الأب لكن من باب السيطرة ومن باب أن الناس كلها تهتم فيه يبدأ يستخدم هذا الأسلوب، وهذا خطأ. أيضا التجريح، تجريح الابن أمام الناس بالألفاظ البذيئة في المجلس، هذه السبع الخصال انتبهوا منها أيها الآباء. أسأل الله أن يرزقنا التوفيق.